الدراسات اللي شفناها والموجودة بين إيدينا أثبتت لنا أن الحامل مثلها مثل غيرها في نسبة الخطر، ولكن الحامل إذا أصيبت بفيروس كورونا طبعاً تكون الاهتمام فيها أكثر، الوعي في هالموضوع ضروري. إذا الأم الحامل تقولهم مثلاً سامحوني الزيارة ممنوعة وأنا بعد الولادة أنا بزوركم، ولكن حتى مع كبار السن أنا نصيحتي أن بالعكس أن إحنا نكون حريصين عليهم، حرصان عليهم أن نفضل أن نقلل موضوع الزيارة. بالنسبة للأم المصابة بكوفيد 19، هل بعد الولادة بإمكانها ترضع طبيعي ولا ينعزل المولود عنها؟ شكرا على حضوركم، ويعطيك العافية مرة ثانية دكتورة إيمان على هاي المعلومات القيمة.